انتهى أمري. يا معلمي أرجو لك كل التوفيق. دمر العالمان الثاني والسادس وبقي أربعة عوالم فقط. استعد لهجومي أيها الجبان، حانت نهايتك فلتستعد لها. عنوان الحلقة: مواجهة فريق العالم الرابع، هجوم الخلسة الخطير. هذا الشكل واصل الى وضع الذروة تزيد سرعتي نحو 30 متر. انتظر، ليس عدلا ان تهاجمني قبل ان انتهي. اغلق فمك، ليس لدي وقت للاستماع الى تبشحك. اذن ما رايك في هذا؟ انظر الى ما سافعله، ساشد هجومي الاخير. استعد، هجومك تبشر نهائي. الوريد ذهبي. هجوم الأبطال. لا 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 لا. يسألك زعيم موسكو، ما الذي جعلك تسقط هكذا؟ لا أعلم، ما الذي أصابني فجأة؟ شعرت بضربة أنشئت إلى قدمي ففقدت توازني وسقطت. أسقطت نفسك بنفسك، أنت مثير للشفقة. ما هذا؟ من هناك؟ ماذا حدث أيها الزعيم؟ حدث شيء غريب لم أستطع أن أفهمه، لكني أشك في أن أحد المقاتلين قد هاجمهما. هل كان يستعمل الحركة اللحظية؟ أم كان يشن هجوما من مسافة بعيدة؟ شكرا سيد بيكون على إنقاذك لي. ما الذي حدث؟ ربما ركلني أحد ما على ظهري. مستحيل، إلا إذا كان يجيد مهارة التجاوز الزمني. هل انتبهت؟ شيء ما يحدث هنا. نعم. ما الأمر؟ لقد توقف الجميع عن القتال. أجل، لا جدوى، لم أشعر به، لأنه يحجب طاقته عنا. غريب حقا، ترى من هذا؟ إنه يهاجمها، ترى هل ستصمد أمامه؟ أنت، ما الذي يجعلك تضحك؟ هل يعقل؟ نعم، إنه من العالم الرابع. هكذا إذن، إن كويتا يخطط لشيء ضدنا. ترى فيما يفكر هذه المرة؟ ما رأيك أيها الجد؟ هل فهمت شيئا؟ هذا المقاتل يهاجم خلسة ولم نستطع رؤيته. يبدو أنه مقاتل خفي. مقاتل خفي إذن؟ قل لي الآن، هل عدت إلى استعمال تلك الحيل؟ نعم، جيد أنك فهمت. ها؟ هل هو مقاتل خفي حقا؟ بني حذرة، هذا المقاتل مقاتل خفي. مقاتل خفي؟ هذه المعلومات لا تفيدني شيئا. إذا لم ترى فلن تستطيع أن تهاجمه أبدا. تركا للبغيض كويتا، كيف سنتغلب على هذا؟ استلقي. هذا جيد، أظن أن بيكولو يستطيع أن يواجه هذا المقاتل الخفي بهذه المهارة. هذا صحيح، ولكن لا يمكنه أن يستعملها مرات عدة. إن شعر بالإنهاك فسيسهل على خصمه هزيمته. نحن في مأزق، كيف سنخرج منه؟ ترى ماذا يمكننا أن نفعل؟